ومناسبة دلحيس هذو قيمة بدنو عيسى كارلوس ريو أردي ذا وحكا برتا دوكسيغا ساري إيال دارين مودرن سكول مقالة دار قيسى أردي ذا قبدا هاي ويلاشي سويتشرا إي دوكسيغا ساري قاراهان فصل كافراد إي سند كاني كامب بحي دوكسيغن أيا مامولكو قرتي إنو أردي ذاني كسوغوتيو دلحيس هذو قيمة بدن أو آه إن إندين إيو وليبا آثار تقديمي كدوغن بوره لا سكيل أو دلحيس كيو مانتو آي تاي بيشو لحي لباتن جانوري لباكو نيسده لباتنك إن هل كمو حاكام بباحي يسكول قاد دارين أردي بي كبحي سيساند كان إن شاء الله أردي دا فوم فور كا إي أردي دا فوم ثري إي أي جي سي أي سي فوم ثري دي فوم فور أي يفهم 4B إن شاء الله بالله تعالى أرضي أسيو أرضي أنا سلين إن شاء الله جون كبر حياة سكول كا إن كوركالنج في الصومال لان يكو كبر حياة إن IGCSE هي أرضي ذا يجونا أي ليفلز كا هو أفر قيبود ويه إن شاء الله إلى حرجين نين ونقضه سفر أرضي ذا كسو في إيدستان صونا أي صويا لان مدد دالو إسلام مركان أي كسو في إيدستان في إيدوين حبر الشو خصية أو إيدوكيشنال وحويان وتربوي يتعليم اللي بضبع يدعين ثقافة ودن كذا يتاريخ ذا يو المحاية تي عثارة ودن كين تبع وحي اللي قصوا أركي كراي كسو أردا أركان هذا بعمتي ساك هاي أردي دني كام ببحين جدا هدوكسي جاني يجو أوسي شيء استي هل كاي بورا هلا سكيل ana minti 12kii doornimo ay soo gaareen goobtan dalxiiska ku cajiibka ah ee buuraha Laaskeel waxana ardaydu ay si toos ah u daawashay tageen buuraha aasaarta kala duwan iyo waliba sawirada qadiimiga ah ee ku duugan buurtani horta Laaskeel waa goobaha ugu qadiimsan حاجة تاريخ ذا مركز إيكتو هو يوم إن تلقيت شو جا تاريخ لي سوى عيد وحلا لكن نمبر كشناد وين الدوية ده هو نمبر فايف وكوب يو طبعا كون أصل نضاد إلا سجال كون أصل نضاد عيسى كهر دجحة وحي أنش قديين وهبيين سك دور سدع إنه إما كام تكنولوجيا إما كشو جا إنه ويقانو بور تاسي و بور لحردي اما داقا حران داقا حران سيدي او قوديين وحي كسام يستيون قريو مركاسي كسيميين صورو هير كود بركو يتوان كون او سان نضوات كور صور كاللغو صوري ايماجين بل واد غران كرتا يعني هي حضارت انا اي اهيد حضارت دقيس كا افريكا حضارتها وغو هرية اي تاسي شاقيسا وليبا وحي كسورين داقا حا نلوشو دو سيدي اي اهيد قد والبو عدكو اركيسا قلت لك كلاسي وردي سوي كدوي قار كم ذا حبناها سودوين تدلحيس كلاسكيل اي اردي ذني كو سودوية قوب تاني يغو مرمر اغوار بحيي قيبها كلادوان اي اي كوبان تهي بوراها لاسكيل ايها بفرشحان كاسارتا كلادوان اي قوب تاني كو سويران وهوي هولكني وهولكي بارلمانكا امسو هولكي قريها وقريوبوينا سيدان ودار كاينو وهوي هلكن اما اينو قريغا هورو كسومرناي وهوي هلكن سعيبا كسوران نينكري و هو استاغي قاميهينا سيدي و كي هورو لها ايولي و هو سيا قامي way hay sida cilmi baarayaashu noo sheegeen dhirrkoodu dadkii halkan degi jiray dhirrkoodu 6 mitir buu ahaa waxay noo sheegeen in lagu saxbaalooday inoo aragnay waa siiro ama ibir ay u simisay dhawl banow 6 mitir dhammaan guryaha waxay wada jeediyeen cadeed ka soo baxa waxay ka aaminsanaayeen cadeed ka soo baxa waxay ka aaminsanaayeen
dhamaan wax een kuwoodu dhintayna waxay ku aas jireen cadceed ka soo een cadceed ka dhaca way cadceed ka soo bixi waxay wada jeediyeen guriyihi cadceed ka dhiciina kuwoodii dhintay ay ku aas jireen way xabaaluhu wax weey buurtan dhabarkeeda xagaa ardayda kala duwan ee isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa si toos ah ugu dalxiisaya goobtan iyagoo u fiirsanaya aasaarta kala duwan ee buurtan ku xardhan maamulka sare ee dugsiga Aldareen Modern School Ustaad Maxamed Sheekh Axmed Dalmar ayaa ka warbixinaya ujeedka dalxiiskan iyo waliba ardaydan saaka goobtan cajiibka ugu soo dalxiiskeeyay waxaanu joognaa xarunta Laasgeel ee ah maxay ahayto xarunta dalxiiska ee aathaarta aadka u cimriga dheeri ay ku yaalaan waxaan la sheegay oo ay wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska iyo ganacsigu noo sheegeen inay sawiradan iga dambeeyay imika ardayda ka dambeeya ay jireen 19,000 oo sanadood ka hor dhalashadii sayyidina Ciise calayhi salaam marka dad waxay wakaan yani inay ahraamta Masar iyo gidaarkan China the wall of China and the Egyptian pyramids that predate those ancient artifacts marka waxaan u aragnaa dawa fursad ardayduna ay xubeen aan rajayn inay ka qoraan anakayga kan deedada rag iyo dadka daadaana maanta waa wax yani min dafurna runtii marka dalkeenu wuxuu leeyahay waxyaabo aan cidina gaarin hadii imka dib loo eego faaliga ama duuxada naga hooseysa la yaab leh wadu la yaab leh ilaahay baa nacmada bixiya lahu alhamdu wa lahu shukr ardaydu waxaan rajaynaa inay kala tagaan waxay maanta iyaga u dambeynaya in hoggaanka wadanka iyo horumarka dunida bay in wax kala tagaan barajeen insha Allah billahi ta'ala buuraha Laaskeel ayaa kamid ah goobaha ugu cajiibsan ee ku yaala Soomaaliland kaasoo sanad kasta u soo dalxiis imaadaan dalxiisayaal aad u kala duwan ardaydan Aldareen ayaa kamid ah ardayda sanadkani u suura gashay inay ku dalxiisaan goobtan cajiibka ah kamida ardayda qiimaha badan ee ka socday fasalka 4aad ee dugsiga Aldareen gabdho iyo wiilal ayaa dareenkooda farxadeed ka warbixinaya dalxiiskan iyo waliba ajaayibaadka kala duwan ee ay ku arkayaan maanta waxaan soo booqanay Laaskeel alxamdulillaah safar baan soo galnay Hargeysa ku nimaadnay buurihii baan soo eegnay markii waxaan joognaa halkii baarlamaanka samaha haa baan joognaa mashaad bi qorax badan tahay waxaan soo eegnay paintings ki hore iyo dadkii hore sidii u noolaayeen qodobkoodii gali jireen mashaallah ka walaal bi fiican tahay in la barto dalkaaga de berigi hore mashaallah fiican tahay marka aad bi qorax badan tahay alxamdulillaah experience aad u fiican bay ahayd run ahaantii waxa yar xun in dadkeenu aanay muhiimad aad aanay siin yani waxyaabaha noo muhiimsan ee dulkeena ku jira aanay muhiimad siin inay soo baaritaan tagin taasi in yar laakiin mar walba waxaa u baahanay dad nagu encourage karee nagu taxarujiya inaan meelahan oo kale aan tagno oon soo ogaano oon aqoon u soo yeelano waayo haddaad run ahaanti u yar fiirsatid aqoontani maaha aqoon hadal ahaan oo kaliya lagu soo koobi karo oo waxay u baahan tahay sanado in discovery iyo aqoon badan iyo research badan loo galo marka waxay nagu taageeri laheen alxamdulillah maanta anagoo chance ka helnay experience-ka anagoo wali da'da yar aan ku helnay wali waqti wanaagsan aan nimaadno oon soo explore gareyno waxyaabo badan oo kala jira dalkeena inaan nimaadno oon waxyaabo badan soo saarno oon caalamka u bandhigno ma garateen markaas waxaan leenahay uun kaalaya oo arka maanta meeshan aan nimaadnay aad baan ugu faraxsanahay ka arday ahaan
سوتوا واحدة ويرت هاي مالها دياتي نجاركتي انت حالكن تمادي وقت يوجد بيان كتيرنا مركاينا إنه ما أنتوا كلاين ترى نقول كم عايز كسر عنه أنا هالكم وذي إني ما أنتوا أنا فرحان وذا قادنا صور رفيع عنه وذا قلنا وح مهم إنه تاي تقال إن طبعا سنة كذي أم بالله تنسى كذي مركا أرتي ده أم بس صور هذي لاركان بفيديو ذي لسكت دوب شري ده وح أد لوجو رياقيا إن ما ملك هي إن معلمي تسول كنا أد بان وو مهدنا قينا سفر هروان بحكي إنه يدك شخصي هان da kala yarha safar badan wax jiray bixi aan bixinay laakiin safar gar wax jiray dareen gaar ah oo aniga shakhsi ahaan iyo ardayda ka naftoodaba uu leeyahay ayaa jira dareenkaas oo dareen aad u qaali ah oo runtii aan halkan ku cabbiri karayn waxyaabahan imiga kan oo kala safar oo kala waxyaabo kaga duu safareed wax kamida macallimintaydi wixii ay noo dhigi jireen samacanka geography oo kala samacanka history oo kala waxyaabihii ay noo dhigi jireen theory amba een qaliye buugan ku soo dhigay jinibaan visual practical u dhigana maanta oo waxna tusayaa i tusay taabsiya aniga oo yahay magacaygu Khalid Muhammad Jamac kamida maamulka dugsiga Daareen Model School waxa sharaf weyn ii ah oo qiimo weyn ii ah inaan kamid noqdo ardaydii iyo maamulkii soo raacay ardoodoodii oo sagootinay insha Allah form 4 da فصل كافرات دوسي قالدارين وحا إيسي فرحادة إنا يقول هرسو سعودال كي يقول هرية يقول ما دو لازجيل وما أنت يقول رسايتاي فرحاد قارا إيتاي أبار لبي يتوبان كي يبار كي يدوهرمو أي أردي دني ستشمع أيو أوغين سلادها عصري ولي بالدوهر كواسو أهل كاني أي كتشم عستين وقب قبدي فصحي دلحيس كي وحوي انترتيمن كي انترتن فصح سفر غونيت كي دوكسيدة الدارين كاسو آنو كنمي قوبتا تاريخي لاسكيل فنوحان تي أرديدو يمامل كي يمعلمين تو حيلابان يعني يقو فرحسن يقو تشوي وعن يهو قد يقروح بطن قاطي مهد داستنا إلهي بايسكاله سيدو كلا وحا مدن إلا مهد نقو عيد كستو وحوي يهوشن قيبك قاطي وقوه ريو مامولكو I'm a physics teacher here at Aldalin Modern Schools first and foremost I would like to thank the school administration and you the parents to entrust us with your children and also the school administration again for fulfilling the trust that you put into us and them. So we are here at an archaeological site. So I believe the students have had an amazing time here. So much questions and answers have been there and the teachers have done their level best to answer their questions. So this is amazing experience. Adi Adman Salamaya, the whole members of the teachers, Mamullaha of the Adarin School, and MashaAllah, Jazakallah Khair, Chance Kamanta, Ardaida School, Lissiye, in a Bartan, Mheheito, the heritage of the Somaliland. MashaAllah, I really thanks for this great opportunity. Thank you, Jazakallah Khair. abaarashanti galabnimo ay ardaydani ay si toos ah uga soo carabeen dalxiiska qiimaha badan ee ay saaka ay ku joogeen buuraha Laaskeel waxaana ay dhabada soo saareen wadada caanka ah ee tagta magaalada Berbera iyagoo u soo jeeyay halka ay magaalada Hargeysa ardaydan ayaa wajoodooda ka dhahanaysa farxad iyo waliba reereen ay u qabeen labadii galin ee ay maanta ay ku soo dalxiiseen كوبتن ومامو الكودو أستيي وهيب سريان ورباهن تنولوش إسلام كام هرقيسا مكمي تاهي ددوينة أفرها بدن ايو كوحران تنالة ورباهن تنولوش إسلام كام سيدا يوتيوب كا فيسبوك كا تويتر كا انستغرام تا يا تيك توك كا نقل قيب قادو سيفرين تا دعوة دا إسلام كا همي قيقونا وإنان دعوة دا إسلام كا وقتي إيا مال آنو قلينو ورباهين تا نلوشا إسلام كا